محاضرة أو نعيد نعيدها على السريع، نعيدها على السريع المحاضرة. استخدامات الأرض في المدن قلنا راح ناخذ على السريع لأن نعيدها من قطعة كهرباء عندنا. أول استعمال ناخذه هي استعمال الأرض السكنية، وقلنا أنه الاستعمال الأرض لأغراض السكنية يعني تتميز بأنها لها أهمية كبيرة، والاستعمال الأول نسبته عالية داخل المدن لما يتمتع به من دينامية وتغير نتيجة للمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية اللي أخذناها قبل قليل. وقلنا بأن هناك دراسات عديدة أثبتت أنه استعمال الأرض السكنية يأخذ الحيز الأول، مثلا بعض الباحثين قالوا 30 إلى 40% من الاستعمالات هي لأغراض السكن، قسم عندهم قالوا 39% في المدن العربية. يعني هناك من تكون نسبة استعمال السكن 29، هناك 57، هناك 62، هناك 33، هناك 37، هناك 40 على حسب حجم المدينة. نجي نصنف الآن تصنيف الوحدات السكنية. الوحدات السكنية بالحقيقة تتصف بالحركية وهي عرضة للتغيير أكثر من الاستعمالات الأخرى، لأنه يعني تزامن التطور و تزامن الحداثة. يعني لم تبقى الوحدة السكنية على ما هي عليه، وإنما تتغير بتغير المستوى المعيشي وحسب الفكر والتغير الاجتماعي، فيطرأ تحسين وتغير على مورفولوجية المسكن وعلى المواد اللي بنيت منها المساكن. يمكن أن نصنف المدن العراقية على حسب المثال إلى الأنماط السكنية الآتية. النمط الأول نمط الوحدات السكنية ذات الطراز العربي القديم. هذا النمط دائما يكون ملازما لل يعني ليس في أطراف المدينة، وإنما يكون في بؤرة المدينة، هي البؤرة التي نشأت فيها المدينة. مساكن دائما تكون هذه المساكن قديمة، وهي المساكن الأولى اللي تكونت من عندها المدينة أو استعمال الأرض لأغراض السكن في البداية الأولى. هذا الطراز يتميز ببعض المميزات، أولا أنه خال من الشبابيك عندما يطل على الشارع أو على البيوت القريبة منه. الشيء الثاني تكون الشبابيك دائما تكون بالداخل، البيت يكون مفتوح من الداخل ويتميز باستقلالية كاملة. غالبا ما تكون مساحة المسكن صغيرة لا تتجاوز 200 متر. نشوف على محافظة أو مدينة العمارة بمحافظة ميسان، إذا طبقنا هذا الشيء راح نشوف أنه تنتشر هذا النوع بالمحلات السكنية حول المناطق التجارية المركزية في محلات السراي المحمودية القادرية اليرموك. هاي كان سابقا تسمية قديمة، شغلت هذه نسبة قدرها 7% من الدور السكنية بالمدينة. تتصف مساحة الأراضي قطع الأراضي فيها بهذا النمط بأنها تكون غير منتظمة، بعيدة عن الشكل الهندسي، تكون يعني غياب التخطيط اللي موجود فيها، وتتلائم مع النمط العضوي للشوارع، النمط العضوي للشوارع اللي تكون ضيقة ملتوية، وهي أشبه ما تكون بالنمو العشوائي غير المنتظم للمحلات السكنية. المظهر الخارجي للدور السكنية هذه تكون تتميز نوعين من الدور السكنية تعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكانها. الأول دور سكنية أو دور الأسر الغنية تمتاز بديكورات خارجية، والدور النوع الثاني دور التي تشغلها الأسر المتوسطة والفقيرة التي تكون غير مهتمة بالمظهر الخارجي لهذه المساكن. النمط الثاني يسمونه نمط الدور الشرقية متوسطة النوعية. هاي الدور بالحقيقة تتميز أو ساكنيها يتميزون أو نفس الدار تتميز بانفتاح الباب نحو الخارج وانفتاح الشبابيك الواجهة الأمامية اللي توسط الباب الواجهة الأمامية. تشغل هذا النمط 8% من الدور السكنية في مدينة العمارة، تشكل 23% في مدينة السماوة. غالبا ما تتميز مساحة المنزل ب 140 متر مربع. هذا المتر أو هذا النوع يختلف عن سابقيه من النمط الأول، لأن مساحة الدور في هذا النمط الأول أكثر اتساع، وقطع الأراضي تكون على شكل هندسية. يعني هذا النمط يكون أقل
مساحة، لكن يتميز بشكل هندسي أفضل من النمط الأول. النمط الثاني هو نمط الطراز الغربي اللي الآن موجود، يعني العالم يعني هي اللي تبنيه. هذا يتميز بوجود شبابيك واسعة، انفصال كتلة البناء عن الشارع بحديقة وسور منعزل عن الفضاء الخارجي، مساحته أكثر من 200 متر. يتميز بتخطيط وتصميم حسب الأساسي للمدينة، مادة البناء تكون من الطابوق، والسقف من الإسمنت والحديد يعني المسلح، وقسم منعتهم يكون ذات طابقين. انتشرت هذه الدور أو مثل هذه الدور في المدن متزامنة مع حداثة المدينة ومتزامنة مع المخطط الحديث للمدينة أيضا. النوع الرابع يسمونه نمط المساكن ذات البناء الحديث، مساحته يعني تكون كبيرة 600 متر، طابقين أحيانا، بمساحة حديقة، مساحة كبيرة للحديقة، يكون بناء ذات جودة عالية، ديكورات المنزل الخارجية تكون راقية جدا، الناس اللي سكنوه دائما يتميزون بمستوى دخل أكثر وأكثر ارتفاعا. طبعا هذه الأنواع من الأنماط السكنية أتت بالتدرج من منطقة الأعمال المركزية اللي هي المنطقة القديمة أو بؤرة المدينة اللي هي موجودة الآن في وسط مدينة العمارة أو أي مدينة أخرى، وتدرجت بالحداثة إلى أن وصلت إلى الأطراف اللي تتميز هذه الأطراف بوجود مساحات كبيرة يقتنوها ذوي الدخل المرتفع ويبنون أو يشيدون عليها مساكن فارهة، أحيانا تكون طابقين، وأحيانا تكون المساحة اللي موجود عليها المسكن أكثر من 600، قد تكون 700، وأحيانا 1000 متر مربع. ثانيا هي استعمالات الأرض لأغراض التجارية. بالحقيقة تمثل التجارة أهم مظهر للعلاقات الوظيفية بين المدينة وأقليمها، هذا الشيء أكيد أنه التجارة تمثل أحد المظاهر في العلاقات الوظيفية بين المدينة والإقليم لأسباب كثيرة. أولا هي تربط الريف بالمدينة نتيجة للتبضع الخاص من الريف إلى المدينة. ثانيا أنه الدور التجاري للمدينة هو الذي يجعلها أداة تكامل للإقليم الوظيفي مع الإقليم الوظيفي المن للريف. وكثير من الباحثين منهم بيري اعتقد بأن التجارة هي أول الوظائف التي مارستها المدن. احنا نعرف بأن المدينة هي عبارة عن نواة لقرية، وكانت المدينة في ذلك الزمان هي عبارة عن وظيفة الزراعة تمارسها ويمارسها الناس اللي موجودين في ذلك الوقت، وكانوا يتبادلون يعني بالمقايضة، نوع من التجارة يسمونها تجارة المقايضة، يتبادلون مع المدن المجاورة أو المدن البعيدة بتبادل بعض المواد الغذائية أو المحاصيل أو تبادل بعض السلع الصناعية. فإذا كان لها دور كبير في انتعاش المدينة، وهناك مدن في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان كانت مبنية لأغراض حلقة وصل في التجارة. زين، يقولون بأنه ارتفعت نسبة أهمية الوظيفة التجارية في المدن وازدهارها وفي تضخمها نتيجة لثلاثة عوامل. يعني هذا قد يكون سؤال أسألك إلى ليش أو ما هو السبب اللي أدى إلى ارتفاع نسبة أهمية الوظيفة التجارية وأدت هي بدورها إلى نمو المدن وازدهارها، شنو السبب؟ تقول لي هناك ثلاث عوامل. العامل الأول التقدم التقني الذي أدى إلى زيادة الفائض في الإنتاج والتطور في مستوى المعيشة. هذا العامل الأول اللي هو التقدم التقني. طبعا أنه نعرف أنه كثير من المدن توسعت وكثير من المدن ازدهرت وتغيرت مورفولوجيتها، وكانت هذه المورفولوجية متزامنة مع العصر الصناعي.
فإذا الجانب التقني له دور كبير. هذا الجانب التقني أدى إلى زيادة الفائض في الإنتاج. يعني حرفة الزراعة أو الحرف اللي موجودة داخل المدينة الصناعية، التقدم التقني وسع من إنتاجية الشيء اللي هم يعني إنتاجية الصناعة أو إنتاجية الزراعة، أصبح هناك فائض. هذا الفائض أصبح عامل من عوامل تبادل التجاري مع المدن الأخرى أو التصدير. العامل الثاني التطور في مستوى المعيشة. هذا التطور في مستوى المعيشة أدى إلى زيادة الطلب على السلع والحاجات الضرورية والكماليات. يعني الآن عندما نبحث إحنا بهذا الجانب، نلاحظ بأن المدن في ذلك الزمان تختلف عن المدن في هذا الزمان. المدن كانت الحاجات الضرورية للسكان كانت حاجات بسيطة جدا، ولم تكن هناك كماليات، ولم تكن هناك يعني صناعات أو أشياء تلبي حاجة المواطن مثل ما هي الآن عليه، مثل الموبايل والتلفاز وغيره وغيره وغيره. تعددت الحاجات، وبالتالي أصبح هناك عملية تجارية واسعة نتيجة للطلب على هذه الحاجات اللي أدت إلى رواجها، وبالتالي تضخم الأسواق، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وبالتالي حدوث حركة تجارية ضخمة. هذا طبعا كان بفعل ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. كلما ارتفع المستوى المعيشي للسكان كلما زاد الطلب على الحاجات الضرورية والكماليات. العامل الثالث هو تكنولوجيا النقل. يعني مثلا كان سابقا لم تكن هناك وسائل تقنية عالية في النقل. الآن أصبحت البرادات اللي تحفظ المواد الغذائية، أصبحت هناك المخازن الموردة، أصبحت هناك المخازن الكبيرة، وأصبحت هناك الوسائل اللي تنقل بالقطارات والسيارات اللي تنقل البضائع لمسافات طويلة. فتكنولوجيا النقل وحفظ المادة أدى إلى رواج حركة التجارة بين المدينة والإقليم، وبين المدينة والمدن الأخرى، وبين أيضا الدولة ودول أخرى. قد تبرز مدينة ميناء، قد تبرز مدينة إلى دور كبير، وبالتالي هذه المدينة قد تكون مدينة زراعية، مدينة صناعية، وهذه المدينة تحتاج إلى مخازن لحفظ المواد، سواء كانت المواد السريعة التلف أو المواد اللي صنعت وبالتالي اللي تحتاج إلى تصدير. فالنقل أدى إلى انتعاش المدن وإلى تطورها وإلى زيادة حجمها، أصبحت ذات ثقل كبير جدا. من أهم ما يميز استعمالات التجارية هو صقل المساحات. طبعا إن هذا خطأ، ما يقوم به سكان، مو بخمة، ما يقوم به سكان المدينة وحدهم، بل يتعدى إلى سكان الإقليم. أنا راح أصححها لكم وأسألكم مرة ثانية. تزداد حصة هذا الاستعمال وتتسع كلما زادت علاقات المدينة التجارية. كلما زادت علاقات المدينة التجارية كلما زاد وتوسعت استعمالات الأرض لأغراض التجارة، لأن يزيد الطلب عليها. وقد تحتكر مدينة نوع من التجارة أو نوع من السلع فتتميز فتمتاز بها، وبذلك تتميز عليها أو تتميز على سائر المدن بهذا النوع من التجارة. الآن نأخذ أنماط استعمالات الأرض لأغراض التجارة، مو نقطة اثنين هذه، لا بدون نقطة، هذه نشيلها طبعا بدون نقطة. أنماط استعمالات الأرض لأغراض التجارة، أول شيء عندنا هي منطقة التجارية المركزية أو منطقة الأعمال المركزية اللي نسميها CBD. احنا من نتكلم عن أنماط الأرض لاستعمالات التجارة نتكلم عن البيع المفرد، بيع الجملة، نتكلم عن مؤسسات الاستعمال التجاري داخل المدينة، عن سعة هذه المؤسسات، عن عدد الزبائن الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات، وبالتالي تنفرد بدور قد يكون كبيرا أو قد يكون متوسطا أو قد يكون صغيرا. فيمكن أن نصنف استعمالات الأرض لأغراض التجارة إلى التالي: المنطقة التجارية المركزية هي بؤرة اللي تفرع منها، البؤرة اللي تتفرع منها الشوارع الرئيسية المرتبطة بشبكة من الأزقة الضيقة،
اللي تخدم احياء السكنيه، يعني هي من عندها تتفرع او تنتهي اليها الطرق. تجذب معها الحرف التجاريه والمهنيه اللي تستقطب السكان وانشطتهم القضائيه والاجتماعيه والاداريه والاقتصاديه والثقافيه والسياسيه. اذا منطقه الاعمال المركزيه ليس حكرا على المنطقه بان تكون منطقه تجاريه، وانما قد تكون منطقه تضم كثير من مؤسسات الدوله او المؤسسات ذات القطاع الخاص، قد تكون اجتماعيه، قد تكون اقتصاديه، قد تكون ثقافيه، قد تكون سياسيه، وبالتالي يزداد ضغط السكان والماره والازدحام على هذه المنطقه. منطقة القلب التجاري يتميز بأعلى كثافة للاستعمال التجاري في المدينة، هذه بديهية لابد من نعرفها، يعني أكبر أو أعلى كثافة للاستعمال التجاري في المدينة تتمثل وين؟ في منطقة القلب التجاري. هسه تروح للعمارة، روح المنطقة على شارع دجلة للسوق يعني اللي موجود هناك، وشوفوا كثافة السكان كمارة كمتبضعين، خصوصا ساعات الذروة أو في الأيام العطل، شوفوا كثافة السكان في هذا المكان، يصل أحيانا 80% من مجموع الاستعمارات الأخرى اللي موجودة في منطقة القلب التجاري. ليش؟ لأن تتركز بها المؤسسات التجارية الكبيرة، وبها تزدحم أبنية المصارف ومحال المجوهرات، وفيها الصيرفة، وفيها بعض الدوائر، فيكون ذلك انه يكون ازدحام مروري كبير جدا. وعندنا منطقتين الان، نشوف العشار اذا واحد رايح له بالبصره ذات ثقل كبير، هي قلب المدينه التجاري، وعندنا شارع دجله، منطقه شارع دجله في قلب مدينه العماره هي تمثل القلب التجاري للمدينه. روحوا وشوفوا انتم كيف تلاحظون الضغط الكبير للسكان او المترددين على هذه او هاتين المنطقتين، سواء كانت بالبصره او كانت بالعماره. زين، ناخذ استعمالات الارض لاغراض الصناعه. الجانب الثاني او الثالث باستعمالات الارض هو لاغراض الصناعه. الصناعه طبعا متغيره ومتنوعه، هناك صناعه حرفيه بسيطه جدا خفيفه، هناك صناعه متوسطه، وهناك صناعه ثقيله. هذا الشيء يحتاج الى تحليل الموقع المكاني للمدن وللصناعات داخل هذه المدن، وايضا نحلل المدينه وحجمها سواء كان كبير متوسط صغير. الصناعه او استعمال الارض لاغراض صناعيه هو من اهم الاسس الاقتصاديه اللي تتميز بها المدن، خاصه المدن كبيره الحجم، لما تؤدي من دور فعال وكبير جدا كاقتصاد، يساهم في تشغيل اعداد كبيره من الايدي العامله، أو مساهمة هذا القطاع في فعاليات وفعال من خلال فعالياته في تطور المدينة، خاصة تنميتها من الجانب الاقتصادي. احنا نشوف ان مدن كثيرة بالعالم هناك مدن صناعية أو مدن تتميز بوجود صناعات كبيرة، صناعة السيارات، صناعة المكائن، صناعة الطائرات، صناعة كذا كذا. هذه الصناعات بالحقيقة تعطي للمدينة دور كبير جدا، سواء كان دور إقليمي أو دور عالمي، بما تقدمه من صناعات يأخذ حيزها أو لا يأخذ حيزها المكان المحلي، وإنما يتعداه إلى العالم. صناعة السيارات مثلا، صناعة الطائرات، صناعة القطارات، صناعة كذا، صناعة المكائن الضخمة، هذه إلى دور كبير. إضافة إلى ذلك مثل ما قلت لكم أنه يشجع أو يمتص الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، يعني يساعد في تشغيل أيدي عاملة كثيرة جدا، ويخلق نوع من الجانب الاقتصادي اللي تختفي به البطالة. إذن إلى دور كبير جدا بانتعاش المدينة. لكن مثل ما قلت لكم استعمالات هذه الأرض تختلف من مدينة إلى مدينة، ومن نوعية صناعة إلى نوعية صناعة أخرى. هسه خلينا نجي الى انماط استعمالات الارض الصناعيه داخل المدينه. المتطلبات الموقعيه تختلف تبعا للنمط الصناعي، مثل ما قلت لكم انا، هناك صناعات ثقيله، هناك صناعات خفيفه، هناك صناعات متوسطه، فيتم على ضوء ذلك اختيار الموقع.
ودائما الصناعات الخفيفة البسيطة تنتشر في قلب المدينة، الصناعات الكبيرة الضخمة تنتشر على أطراف المدينة. هناك دكتور صناعات تتسبب في تلوث للبيئة. تعال هذا الجانب أدى إلى تشريع. دكتور تسمعني؟ نعم، تسمعني؟ إيه دكتور احنا جا ما جاي نش... اه... هاي مال اهم المعايير ما شرحتها مباشرة انماط استعمالات الارض الصناعية، يعني لانش ما شرحتها. يا معايير، دكتور صفحة 48 عندنا بالملزمة اللي هي سعر الارض وارتفاع كثافة المترددين، معدل الايجار. ها ما ذاكر لكم هنا؟ لا استاذ ما موجودة مباشرة، انتقلنا للأنماط استعمالات الأرض الصناعية، يعني بعد اكو شرح ورا مال التجارة المركزية، يعني لها هواي نقاط تطرع. ايه هواية، هي موجودة نقاط هواية بالملزمة، بس انا يعني 48 صفحة 48 استاذ يعني سعر الأرض. نعم، هذه دراسة تطبيقية، هذه اللي الآن أنا ذاكرها لكم بالملزمة. بالحقيقة راح أعيد النظر بها هنا بالمحاضرة، أرسلها لكم. هي أهم المعايير التي اعتمدت لتمييز منطقة الأعمال المركزية. وأنا من خلال دراستي المدينة الصبراتة في ليبيا تطرقت إلى هاي المعايير. مثلا سعر الأرض دائما نلاحظ، وذكرتها بصورة عامة، يعني سعر الأرض يكون مرتفع، يدل ارتفاع معدل سعر المساحة في الوسط التجاري على مركزية أو مركزيته العالية قياسا بالمناطق الأخرى. تظهر أعلى سعر للأرض وين؟ على جانبي الطريق الساحلي، هذه اللي موجود في مدينة صبرات. احنا هذا هنا تطبيق، هاي للمدينة تطبيق، بس إذا نريد نطبقه على مدينة العمارة، وين السعر اللي مرتفع؟ في قلب المدينة. يعني الآن سعر الأرض اللي يرتفع وين؟ في قلب مدينة العمارة، عند المنطقة التجارية بالتدرج. هنا أنا ذاكرها على صبراته، أنه يعني محدد الموقع. أنتم ما تندلونه طبعا، ما تعرفونه، لكن أنا أعرفه. وقد ما أجيب لكم هذه، يعني أنا ليش حذفتها منها؟ ما راح أتطرق لكم إلى هذه، ما راح اتطرق لكم الى هذا التطبيق، بس انا ذكرته هنا، ذكرته بصوره عاليه. سعر الارض يرتفع، خذوها عامه، مو شرط تطبقونه على مدينه صبرات بليبيا. سعر الارض يرتفع في منطقه الاعمال المركزيه. اذا سعر مثلا سعر المتر بمليون دينار عراقي في منطقه الاعمال المركزيه، راح يكون نص مليون عراقي، مليون عراقي عندما تبعد مثلا 10 أو 5 كيلومتر. ويقول كلما بعدنا من، يقول كلما بعدنا عن منطقة الأعمال المركزية. زين، شنو اللي يميز بعد كثافة منطقة الأعمال المركزية؟ كثافة المترددين اللي ذكرتها قبل قليل بصورة عامة، كثرة المارة. يعني عندما نعمل دراسة راح نلاحظ، ونعمل دراسة ميدانية راح نلاحظ أن هناك تردد كبير جدا على منطقة الأعمال المركزية. ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ أسألكم سؤال، ليش؟ ليش هذا التردد الهائل على منطقة الأعمال المركزية؟ شنو السبب؟ هو السؤال لكم. دكتور عيد السؤال دكتور. شنو السبب اللي نشوف بارتفاع كثافة المترددين على منطقة الأعمال المركزية، المنطقة التجارية المركزية السي بي دي؟ دكتور شنو يعني السبب؟ سبب الخدمات اللي فيها. موجودة الخدمات، قد يكون المارة أو الناس اللي تأتي إلى هاي المنطقة وارتفعت كثافة السكان فيها، أو الحجم السكاني الكبير فيها من خلال التبضع، من خلال مراجعة الدوائر. لأن قبل قليل قلت لكم أنا، هاي المنطقة الأعمال المركزية هي لا تحوي فقط المناطق التجارية أو المحال التجارية، وإنما هناك الصيرفة، هناك المصارف موجودة بها، دكتور تنبه في هناك ناس عيادات الأطباء، هناك الصيدليات، هناك دوائر الدولة الرئيسية موجودة بها. فحتما راح تزداد الكثافة السكانية في التردد، أو يعني المترددين يكونون بشكل كبير جدا
لقضية أو لقضاء مصالحهم فيها. فهذا يدل على أنه التردد الكبير يدل على أنه منطقة الأعمال المركزية تحظى بهذا الشيء. منطقة الأعمال المركزية عندنا شوارع رئيسية، عندنا منطقة القلب وعندنا شوارع رئيسية وعندنا شوارع فرعية. الشوارع الفرعية موجودة داخل المحال السكنية في منطقة الأعمال المركزية، والشوارع الرئيسية مثل شارع، يا شارع، شارع التربية عندنا بالعمارة إذا مترددين عليه، شايفينه لو لا؟ نعم دكتور. إيه، هذا أحد الشوارع في منطقة الأعمال المركزية. بس انت من تخرج عن منطقه القلب التجاري راح تدخل في المحال، يعني تدخل المنطقه السكنيه، راح تلاحظ بالمنطقه السكنيه هم اكو محال تجاريه. هاي المحال التجاريه هي يسموها المحال او الشوارع الفرعيه اللي تعمل ايضا بالتجاره. راح تلاحظ انت من تطلع من شارع التربيه وتدخل في ازقه المدينه القريبه، راح تلاحظ هناك محال لبيع الخضار، ومحال لبيع السلع، ومحال لبيع الغذائية التموينية وإلى غير ذلك. فإذا احنا شنو عندنا؟ عند المنطقة التجارية المركزية وعندنا الشوارع الرئيسية وعندنا شوارع فرعية. أكثر ازدحاما للسكان هي في القلب التجاري، وبعدين يجي وراها المنطقة الشوارع الرئيسية، ثم بعد ذلك الشوارع الفرعية أو الثانوية اللي قد لا تذكر، يعني ما بيها تردد قوي، تخدم بس السكن القريب من عندها. عندنا ايضا في منطقة الاعمال المركزية عندنا بيع بالجملة وعندنا بيع بالمفرد. عندنا محال لبيع الجملة وعندنا محال في بيع شنو؟ في بيع المفرد. محال بيع المفرد دائما تكون هذه يعني عليها رواج اكثر. ليش عليها رواج اكثر؟ هذه لان تنتشر بين المحال السكنيه، وتكون غالبا مبحثره ما منسقه، تضم ورش وصالونات حلاقه، تضم يعني بعض المحال التجاريه اللي تتخلل الاحياء السكنيه او الدور السكنيه. بينما البيع بالجمله هذه تنشئ مناطق خصيصا على اطراف المنطقه التجاريه كوضع مخازن كبيره جدا لخزن البضائع، سواء كانت بضائع غذائيه، سواء كانت بضائع كماليه، سواء بضائع انشائيه. وهذه المخازن هي اللي تبيع بالجمله وليس بالمفرد، يعني تبيع للتجار، تجار المفرد. صار واضح؟ نعم دكتور. زين، عندنا الآن لنمط استعمال الأرض لمنطقة الأعمال التجارية اللي ذكرتها قبل قليل، راح ندخل في استعمالات الأرض لأغراض الصناعة تكلمت بيها، نجي أنماط استعمالات الأرض الصناعية داخل المدينة. أنا قلت لكم أنه استعمالات الأرض الصناعية داخل المدينة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى التحليل المكاني لوضع هذه الصناعات، لأن المتطلبات الموقعية تختلف تبعا للنمط الصناعي. هناك صناعات ثقيلة، هناك صناعات خفيفة، هناك صناعات متوسطة. الصناعات الثقيلة دائما في ضواحي المدينة، الصناعات المتوسطة يعني داخل المدينة لكن بالقلب التجاري، مو بالقلب التجاري. الصناعات الخفيفة نلاحظها وين؟ في القلب التجاري. بالحقيقة هناك تشريعات تخطيطية وضعت لمنع يعني أو للحد من تلوث اجواء المدينه بهذه الصناعات، يعني شرعت قوانين في كثير من مدن العالم تمنع اختلاط الصناعات او المعامل او الوحدات الصناعيه، المنشآت الصناعيه داخل الوحدات او قريبه من الوحدات السكنيه، حفاظا على البيئه من التلوث. فراح نقسم الان، نوزع كتوزيع جغرافي للصناعات داخل المدينه. الصناعات المحيطه بمركز المدينه. الصناعات المحيطة بمركز المدينة يعني بمنطقة القلب التجاري هي عبارة عن وحدات صغيرة الحجم تستخدم عمالة قليلة تصل إلى 5 عمال أحيانا. بمن يشتغلون ذولا؟ يشتغلون بالطباعة، بالحدادة، بالنجارة، بالخياطة، بالأحذية، بصناعة الملابس، الخياطين يعني، في صناعة الحلويات. تشوفون هنا موجودة، هذه موجودة في العمارة في منطقة القلب التجاري لو لا؟
نعم دكتور موجود. موجودة. إذا هاي شو يسموها؟ يسموها وحدات صغيرة الحجم ما تترك تلوث. يعني الحدادين والناس اللي تشتغل بالطباعة ومحلات الطباعة ومحلات الإنترنت وكذا وصناعة الأحذية إذا موجودة مثلا والملابس والحلويات الخياطين يعني ما تترك أثر سيء لتلوث البيئة ولذلك تنتشر بين الأحياء السكنية أو في منطقة القلب التجاري للمدينة. ها مثل ما قلت لكم أنا تتوزع في منطقة المنطقة المركزية وعلى الأحياء السكنية وها توزعها بشكل عشوائي، يعني ما تلقى مثلا مجمع كامل يضم ناس تشتغل بطباعة الكتب أو طباعة البحوث. ولا نلقى مجمع كامل صناعي يشتغل بصناعة الأحذية، أو نلقى خياطين، مجمع كامل خياطين صح موجود بالعمارة مثلا من تعبر الشارع سوق المسقف تعبر إلى الشارع الثاني، أكو بعض الخياطين مجمع صغير، بس هذا مو ذاك المجمع اللي بتخصص بأنهم ذولا خياطين، لا. راح نلاحظ هناك يعني نلاحظ خياطين موجودين في هذا المكان بعد ما يعني تروح المكان الثاني تلقى خياطين يعني مبعثرة يعني منتشرة هذه الصناعات بشكل عشوائي. الصناعات المنطقة التجارية المركزية، النوع الثاني صناعات المنطقة التجارية المركزية. هذه الصناعات يعني موجودة بالقرب من الأسواق بالحقيقة، صناعة الألبان، صناعة يعني مثلا بعض الصناعات الخفيفة اللي قد ما موجودة عندنا أو موجودة أنا ما أعرف، لكن أكو دول موجودة عندهم مثل هذه الصناعات الخفيفة اللي تكون قريبة من الأسواق وتسوق بضائعها إلى السوق مباشرة. عندنا المصانع الموزعة في المناطق السكنية يعني بين الأحياء السكنية، هذه المصانع صغيرة جدا وقد تكون في المنزل، تكون بشكل منفرد أو متجمع موزعة بين الأحياء السكنية. قد لا تنطبق هذه على مدينة العمارة، بس أكو مدن في دول العالم الثالث تتميز فيها مثل هذه المصانع. الصناعات التي توجد في ضواحي المدن، هذه صناعات ثقيلة مثل صناعة البتروكيماوية، صناعة المعدات الثقيلة، صناعة السيارات، هذه دائما تترك أثر سيء داخل جو المدينة بأن تسبب كثير من الملوثات. وإحنا قلنا قبل قليل هناك كثير من القوانين، هذه القوانين كثير من هذه القوانين شرعت، كثير من القوانين شرعت لغرض منع الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث اللي موجود بالبيئة. عندنا أيضا المناطق الصناعية المخططة، طبعا هذا نوع من التخطيط الحديث يعني تزامنا مع انتشار الصناعات. هذه المناطق تكون مخططة قريبة من الشوارع، طرق المرور، قريبة من الأسواق، قريبة من المخازن، قريبة من الموانئ، قريبة من التجمعات السكنية الكبيرة حتى تستطيع تصريف بضائعها بسرعة. زين، نجي للعوامل المقترنة بتحديد الموقع الصناعي داخل المدينة. أكو عوامل، هاي العوامل إنه يجب أن تتوفر حتى تحدد الموقع الصناعي داخل المدينة. أول عامل، يفضل أن تكون المشاريع الصناعية في أماكن بالمدينة يسهل على أو يسهل على العمال الوصول إليها، يعني طرق النقل تصل إلى هذا الموقع، لأنه أحد يعني أحد الأرباح الصناعية أو البضائع المنتجة هو انخفاض تكلفة النقل. كلما خفضت تكلفة النقل كلما ارتفعت الأرباح، اللي لأنه ارتفاع تكاليف النقل تحمل على البضاعة، وبالتالي يعني تكون الطلب عليها قليل. النقطة الثانية، إجراء مسح شامل لأنواع الصناعات في المدينة بعد تقديم فكرة نظرية عن أصنافها. يعني المشرع أو الناس المختصين بالجانب الصناعي يقومون بمسح شامل لأنواع الصناعات، الصناعات التي تسبب تلوثا أو ضجيجا تنقل خارج المدينة. النوع الثالث أو العامل الثالث، التوزيع الجغرافي المناسب على الأحياء داخل المدينة، وهذه طبعا الصناعات الخفيفة
يجب يقول يجب ان تكون هناك تخصص في الصناعات الخفيفه داخل المدينه، يعني مثلا الناس اللي خياطين بوحدهم، ناس اللي يشتغلون بالطباعه بوحدهم، الناس اللي يعملون في صناعه الاحذيه بوحدهم، ناس اللي يعملون في الخشب وكذا بوحدهم. فالتخصص يكون مطلوب حتى تكون افضل للتخطيط. النقطة الرابعة تحليل العوامل المرتبطة بتوزيع المؤسسات الصناعية في المدينة، يعني مثلا إذا تعمل أو يعني تجيب صناعة بهذا المكان، تأتي بصناعة في هذا المكان، يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار هل إن البضائع المنتجة من هذه الصناعة هي عليها الطلب في هذا المكان أو لا؟ هل هناك صناعة تحتاج إلى صناعة لرفد هذه الصناعة أم لا؟ يعني مكملة للصناعة الأولى. فإذا لابد أن يكون هناك شيء يعني يأخذ بالأهمية لعمل هذه الصناعة، وإلا أنت لماذا تضع الصناعة في هذا المكان إذا لم تجدي نفعا أو بدون دراسة؟ يجب أن يكون هناك هدف. أكو صناعات ترتبط بصناعات، يعني مثلا صناعة الطماطم، معامل الطماطم تكون قريبة من مزارع الطماطم، واضح ولا لا؟ مثلا صناعة الأحذية قريبة من الناس المختصين بجلب الجلود، وهكذا. إذن لابد أن تكون هناك عوامل مرتبطة نحللها على أساس نفسر لماذا أقيمت هذه الصناعات في هذا المكان. المعيار السادس إيجاد معايير مناسبة لتحليل استعمالات الأرض وتوزيع العاملين في الصناعة ما توفره من أساس اقتصادي للمدينة يخدم المدينة والإقليم. يعني يجب أن تتوفر معايير، يجب أن تتوفر ضوابط، هذه الضوابط على أساسها نحدد استعمالات الأرض لأغراض الصناعة. يعني مو فقط أنه كل واحد يعني يستقطع أرض ويبني عليها مشروع، هذا المشروع إنتاجه قليل وبالتالي يختزل أو يأخذ كم يعني مساحة كبيرة من الأرض دون فائدة. يجب أن يكون هناك يعني توافقا بين استعمالات الأرض وبين الوظيفة الصناعية وبين العاملين في الصناعة، وأن تدرس هل للصناعة مردود اقتصادي أم لا. النقطة السابعة حصر متطلبات استخدامات الأرض لأغراض الصناعية في الحاضر وتقييم ذلك بالمستقبل. يعني احنا قلنا دائما ان المدينة معرضة للدينامية والتغير، المدينة في تطور مستمر، المدينة في توسع مستمر، والمدينة عبارة عن استعمالات أرض وعبارة عن وظيفة. فإنه أنت أخذ بنظر الاعتبار أن استعمالات الأرض سوف تزداد وتتسع. لماذا؟ لاتساع حجم السكان أو لزيادة حجم السكان، وبالتالي الطلب المستمر على استعمالات الأرض سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، زراعة، تعليمية، صحية. فإذا يؤخذ بنظر الاعتبار عندما أنت تحصر متطلبات استخدام الأرض لأغراض الصناعة كم مساحة تحتاج في الحاضر، كم عدد السكان، وكم هذه المساحة، وهل هناك يعني توافقا بين الوظيفة وبين المساحة، هناك توافقا بين السوق وبين هذه الصناعة، وفي المستقبل تعطي دراسة لأنه هذه الصناعة كم من الأرض تحتاج حتى تتطور وتتسع حسب الإقبال على البضائع المنتجة. الآن عندنا شيء آخر نسميه تقسيمات استعمال الأرض الصناعية في مدينة محددة. عندنا رأيين، الرأي الأول رأي مورفي. ريموند مورفي قدم نمط تخطيطي لتوزيع استعمالات الأرض لأغراض الصناعة، بس هذا النمط، هذا النمط قدمه فقط على المدينة الأمريكية، على المدن الأمريكية. شلون احنا أخذنا نظرية الأماكن المتراكزة اللي قلت لكم بيرجس قدمها على مدينة أمريكية، على شيكاغو أعتقد يعني، وما تلائمت مع مدن ثانية. فمورفي قدم تخطيط لتوزيع استعمالات الأرض الصناعية في المدن الأمريكية، ما قدمها يعني قد لا تتفق مع مدن أخرى. شنو هذا المشروع اللي قدمه أو النمط؟ إنه المنطقة الصناعية القديمة في المدينة المركزية، والصناعات الواقعة أيضا في منطقة الأعمال المركزية، وقدم أيضا المؤسسات الصناعية المنتشرة في المنطقة المناطق السكنية الفقيرة والمناطق الصناعية اللي الناتجة عن إشغال المناطق الفارغة والمباني القديمة بعد ترميمها. هذه بالحقيقة قدم الصناعات الخفيفة والصناعات المتوسطة، إن الصناعات الخفيفة والقديمة بالمركز، صناعات بسيطة قد تنتشر في الأحياء الفقيرة
يعني اللي يأدون صناعات بسيطة جدا، يعني خدمة بسيطة للمواطنين، والصناعات اللي تشغل مساحات هي كانت موجودة بالمدينة، أرض فراغ في يعني استولي عليها ووضعوها وعملوا فيها أو شيدوا عليها مصانع. زين، المناطق الصناعية الخارجية عنده ايش تشمل؟ صناعات عند الحافات يعني عند المطارات، صناعات ممتدة مع المياه، صناعات ممتدة مع الطرق الخارجية، مناطق صناعية المنظمة. هذه في رأيي على مدن أمريكية، قد يكون ما تتفق على المدن اللي عندنا احنا أو مدن ثانية، رأيي هو خاص قدم على مدن أمريكية كمشروع. الرأي الثاني رأي هوفر. هوفر بالحقيقة أيضا قدم مشروع على مدينة شيكاغو عام 1943، هم قسمها استعمارات الأرض، صناعات خفيفة تكون على حاشية أو حافة المنطقة المركزية، أعمال مركزية، الصناعات المتكاملة المنظمة على شكل مجمع صناعي ينتشر على خطوط النقل، صناعات ذات العمليات الأساسية الكبيرة تكون بعيدة عن المنطقة السكنية، المصانع الأكبر اللي تكون بالضواحي. أيضا هو قدم إن هذه المتطلبات في رأيه عن استعمارات الأرض الصناعية في مدينة شيكاغو عام 43، لكن هل بقيت على ما عليه؟ طبعا لا، الصناعة اختلفت، توسعت، الصناعة أصبحت تقنياتها أكثر وأعلى، طلب الحاجة على الصناعات تكون أكثر، صار حجم السكان أكبر، طرق النقل توسعت، تغيرت ملامح مورفولوجية المدينة، وبالتالي النسخة التي أعدها ورأيه كان في زمانه والآن قد لا ينطبق ذلك على هذا الوقت. استعمالات أرض المدينة لأغراض النقل. النقل أو شبكة النقل لها دور كبير جدا، وهذا الدور اللي يشغل حيزا كبيرا من المدينة كعلاقات وظيفية ينتج عن طريق التفاعل داخل المدينة، ويقدم صورة نهائية لمظهر المدينة وشكلها الخارجي. المدينة المخططة بتخطيط شوارعها، إذا الشوارع شنو معناها؟ تؤدي وظيفتها وتأخذ أنماط وأشكال مختلفة، وقد تكون الشوارع انعكاسا لوضع المدينة الطبوغرافي، يعني المدينة اللي واقعة بسهل شوارعها تختلف عن المدينة اللي واقعة في وادي، عن المدينة اللي واقعة في جبل على كذا تختلف، والمدينة اللي بيها أو نشأت تاريخيا تختلف عن المدينة الحديثة، لأن اللي نشأت تاريخيا لاحظ أنه الشوارع تكون ملتوية ضيقة في القلب وهكذا. الشوارع تقدم وظيفتين أساسيتين، الوظيفة الأولى شوارع تخدم استعمالات الأرض، أي تخدم استعمالات الأرض المحيطة بها، يعني مثلا شوارع تخدم استعمالات الأرض التعليمية، الصحية، السكنية، التجارية، ناس تركب يعني تروح للمستشفى، ناس تروح للجامعة، ناس تروح للعيادة، ناس تروح تشتري، هذه تخدم استعمارات الأرض الأخرى. وشوارع تستخدم أو تخدم المركبات لأغراض المرور، يعني الآن الشارع الرئيسي اللي داخل العمارة اللي يجي من البصرة ويطلع للكوت وبغداد، يعني شوف احنا حركة المركبات الكبيرة عليه، يعني حجم كبير جدا، الناس اللي جايين البصرة ورايحين البغداد أو الكوت تمر بهذا الشارع، أو البضائع اللي قادمة من البصرة باتجاه الكوت أو من بغداد باتجاه البصرة وهكذا. إذن هي تخدم أو لها وظيفتين، وظيفة تخدم المؤسسات وتخدم استعمالات الأرض الأخرى، والوظيفة الثانية هي تخدم المركبات التي تستعمل لأغراض المرور بأحجام كبيرة. عندنا أنماط الشوارع، النمط الأول النمط العضوي. النمط العضوي بالحقيقة يسمونه غير منتظم أو الشوارع الملتوية. هذه الشوارع لا تتخذ نمطا معينا، وتختلف من حيث الاتساع، من حيث الاتجاه، أكو بعض من عندها يكون ملوية ملتوية وغير سالكة، يعني من الصعوبة أنه السيارة تمشي بيها. هذا النمط دائما موجود في المناطق القديمة، بالمدن القديمة، المدن العربية القديمة اللي كانت أو بنيت
على اساسات تتفق، والظروف الامنيه والظروف المناخيه والاقتصاديه، واللي سهل حركه المرور بين السكان في ذلك الوقت بواسطه وسائل نقل قديمه. طبعا هذا النمط ما يوفر خدمات البلديه، وما يوفر تصريف المياه الثقيله، واذا صارت حريق داخل المجمعات السكنيه بهذا النمط السيارات ما تدخل، لان الشوارع لا تستوعب دخول السياره. النمط الثاني النمط الشعاعي. هذا النمط يشكل نظام مكون من طرق رئيسه في اغلب الاحيان تتفرع من مركز المدينه وتتوسع نحو الخارج، يعني من الفرع نحو الخارج. شنو مميزات هذه الشبكه؟ زياده سرعه السير والحركه بين اقسام المدينه واطرافها، وسهوله الوصول اليها. وانا ضرب لكم مثل مدينه ميلانو، هذه قدامكم شوفوها، هذه مدينة ميلانو، وشوف شلون النمط الشعاعي. هاي منها شوف شلون يخرج، هذا قلب المدينة وتتفرع من عنده الشوارع. النمط الشبكي هو عبارة عن شبكة من الطرق والشوارع المتوازية والعمودية بشكل منتظم. الشبكي منتظم، وتتقاطع تلك الشبكة مع الشوارع الرئيسة بزوايا قائمة بمسافات قريبة وبتخطيط يعني يكون راقي جدا. هذا النمط يصلح في المدن اللي تحتل مواضع سهلية مستوية مثل مدينة نيويورك. شكل 12 هذا قدامنا، شوفوا قدامكم، يسهل عملية الترقيم المساكن والمؤسسات، يساعد على سرعة وسهولة توزيع الخدمات والتجهيزات، يسهل تخطيط المدن وطرق النقل فيها بدرجة دقيقة، بس بيه عيب واحد، هو إعاقة حركة المرور بسبب كثرة التقاطعات على الشوارع، هو شيء سلبي. هذه شوفوها، هاي مدينة نيويورك، وهذه الخطة الشبكية، هاي تقاطع الشوارع، تقاطع الشوارع على شكل شبكة، على شكل زوايا قائمة، هذا مربع، هذا مربع، هذا مربع، شو هذا؟ يعني انتهى موضوع محاضرتنا لهذا اليوم، واترك اذا واحد عنده سؤال من عندكم يحب تفضلوا، انا يعني ارد عليكم وعلى اسئلتكم. منو عنده سؤال يتفضل. دكتور. نعم. واضحه دكتور. المحاضره نلقاها بعد شويه فيديو، لان نص المحاضره ما فهمتها من النت. اي فيديو موجوده. اوكي. بعد منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال بعد؟ يعني ما عندكم أسئلة؟ أي سؤال حابين تعرفونه أو حابين تستفسرون عنه تفضلوا، أنا يعني أجاوبكم. دكتور. نعم. هسه مو قلت الامتحان إن شاء الله الأسبوع الجاي، لحد ما نمتحن. نمتحن وين ما وصلنا؟